وفي مهرجان العالمين الجديد هتشوفوا ايام احلى واجمل بكتير باذن الله. ايه اللي حمسك بقى لتقديم الفعاليات النهارده؟ اللي حمسني اولا هو يعني اي حد بيتذوق الفنون هيبقى متحمس لاي حدث بيقدم فن، فده يعني اول وابسط حاجه. تاني حاجه طبعا حمسني جدا فكره رفع العلم الفلسطيني واستخدام كلمه عالمين، وهي المره دي مش بس بتعني مدينه العالمين ولكن بتعني علم مصر وفلسطين جنبا الى جنب، فده حمسني جدا. طبعا تخصيص 60% من ارباح المهرجان لدعم اهلنا في غزه دي حاجه تحمس اي حد جدا، انا اتحمست عن نفسي جدا وحسيت انه انا بعمل حاجه يعني ليها هدف سامي وهدف نبيل. طبعا قيمه الفن قيمه لوحده، بس كمان لما الفن يخدم قيم انسانيه وقيم وطنيه ف طبعا طبعا. مشاركة نبتة في المهرجان كلمين عنها اكتر. نبتة هو مهرجان، هو الحقيقة اول مهرجان في مصر يحصل لصالح الطفل، هو مصمم خصيصا للطفل فقط. مهرجان نبتة فعالياته بتهتم بالطفل من اول مستوى تركيزه والاي كيو بتاعه لحد قدراته الابداعية لحد قدراته اللي هي الذهنية والجسدية اللي بتختلف من طفل لاخر، وبينمي مواهبهم وبيكشف عن مواهب اخرى، وفي الاخر هو طبعا ترفيهي ومسلي. الهدف منه ان تكوين الاسره كلها تكون مع بعض من اصلها؟ لا لا، الهدف من مهرجان نبته انه ان احنا نبتدي يبقى عندنا محتوى خاص بالطفل. فقدنا المحتوى الخاص بالاطفال من مده طويله جدا. سيبناهم للمهرجانات والحاجات السوشيال ميديا. الحاجات اللي هي سيبناهم بالظبط بالظبط، فمحتاجين يكون عندنا محتوى للاطفال، وبتمنى ان يكون مهرجان نبته خطوه اوليه لان احنا نبتدي يبقى عندنا انتاجات مهتمه بالاطفال. عايزين بقى يعني هي كان عندي سؤال ما كملتوش، كان في سؤال تاني صح؟ كان في بقيه السؤال، النص التاني من السؤال كان حضرتك لما اخترتي للمنصب ده في السنه الثانيه للتوالي، ده هو ده مش نص السؤال اللي انا قصدي عليه، فهخليه يكمل وهرجع لك. عايزين بقى رساله للفنانه شيرين، يعني طبعا بعد الازمه الاخيره اللي بتمر بيها. شيرين عبد الوهاب فنانه مصريه وموهبه كبيره جدا جدا جدا، ما حدش في الدنيا اعتقد ممكن يختلف على موهبه شيرين عبد الوهاب. كل انسان ممكن يمر بتجربه صعبه، كل انسان ممكن يمر باختبار صعب جدا، والفنان هو في النهايه انسان ممكن يمر باي شيء. بتمنى لها من قلبي ان ربنا يعفو عنها من كل ما يؤلم ويخرجها سالمه امنه غانمه من كل ابتلاء، واكيد كلنا مع شيرين عبد الوهاب. تواصلت معاها مؤخرا؟ لا خالص. كلمينا عن الفعاليات بتاعت المهرجان اكتر، ممكن كبرنامج صغير لمنى عبد الوهاب في المهرجان. والله فكره حلوه، هاخدها منك واشتغل عليها. فكرة حلوة يعني لو عندي وقت، يعني فكرة حلوة. فعاليات المهرجان السنة دي مهتمة أكتر بكل أفراد العيلة، يعني السنة دي اللي بيميز مهرجان العالمين عن أي مهرجان ترفيهي آخر إن مهرجان العالمين فعالياته ونشاطاته بتخدم أو بتقدم الترفيه لكل الأعمار في العيلة، يعني نقدر كلنا. ده بقى اللي أنت كنت بتسألي عنه إنه علشان الأسرة تتجمع وكذا، نقدر نتجمع كلنا كعيلة أو كأسرة في مدينة العالمين الجديدة ونشارك في فعاليات ونشاطات المهرجان اللي هي هتبقى فيها لكل سن حاجات كتير قوي مناسبة. هل المواطن العادي أو سعر التذكرة هيناسب المواطن العادي؟ ده كمان من الحاجات، لأنه الشركة المتحدة الحقيقة بتؤمن جدا بأهمية الترفيه. فمهرجان العالمين المشاركة في فعالياته ونشاطاته متاحة لكل شرائح ولكل فئات المجتمع. كل فئات وشرائح المجتمع قادرة على حضور مهرجان العالمين بإذن الله. المهرجان متاح للجميع، وده معمول يعني مقصود، ودي استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات.